مشاهدينا الكرام، للمزيد حول أزمة أسعار الصرف في محافظة واسط وتأثيرها على المواطنين في المحافظة، ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ جبار الياسري. حياكم الله أستاذ جبار. بداية، أهالي محافظة واسط يطالبون بمعادلة سعر صرف الدولار في البنك المركزي مع أسعار الصرف في منافذ التصريف في الأسواق، كيف أثرت هذه الفروقات على الحياة اليومية للمواطنين؟ اهلا ومرحبا بك وبالساده المشاهدين. طبعا هذه الازمه بحد ذاتها ازمه مفتعله، وهنالك يعني امور ممنهجه وممربجه من اجل تهريب العمله والتلاعب بصرف سعر صرف الدولار، والذي يدفع ليس فقط المواطن الواسطي وانما عموم الشعب العراقي، يدفع هذه الضريبه التلاعب والمضاربه بسعر صرف الدولار ليس اليوم وإنما منذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذا. لا يوجد بصيص أمل بأن يكون في هذا البلد المستباح للأسف الشديد استقرار سياسي أو استقرار اقتصادي على المدى القريب. ما زال القرار بيد أناس لا يجيدون إلا فن السرقات والتهريب، و اليوم لم تعد المسألة خافية على أي مواطن أو على أي سياسي مهما كان، أنه الجارة إيران ضخت إلى السوق العراقي ما يعادل ب 50 تريليون دينار عراقي. يعني هذه العملة التي تطبع في إيران من قبل شركات تقصد مزورة طبعا العملة مزورة، عملة الدينار العراقي المزور. أخي الفاضل والسادة المشاهدين، المتحكم الأساسي بالسياسة والاقتصاد هي جارة إيران بضوء أخضر وتواطؤ أمريكي غربي لتحطيم ما تبقى من معالم هذه الدولة. طيب، ما دور الأحزاب والميليشيات في صناعة هذه الأزمة؟ طبعا بالدرجة الأولى المسيطر والمهيمن على الساحه الاقتصاديه هي الميليشيات وامراء الحرب الذين يديرون هذه الميليشيات. والعمله يعني ايران، حتى الحصار، يعني هذا الحصار المفروض على ايران يعني بشكل لا يصدق، انه ايران تحاصر والعراق يدفع الضريبه والعمله العراقيه تنهار كما تنهار العمله الايرانيه المنهاره اصلا. والمستفيد الاول والاخير للاسف الشديد ليس الشعب العراقي وانما دول الجوار وإيران، وحتى كما تحدث أحد المواطنين قبل قليل قال إنه المستفاد حتى روسيا الاتحادية أيضا مستفادة. وشاهدنا الزيارة الأخيرة لوزير خارجية روسيا إلى بغداد ولقائه بنور المالكي الذي لا يمثل أي واجهة سياسية أو برلمانية أو منصب سياسي. الرجل للأسف الشديد، ونقولها وإحنا طالما كتبنا عن هذا الموضوع، أنه هذا الرجل هو المتحكم بالسياسة العراقية، وما السيد السوداني ومن سبقه إلا عبارة عن ديكور لهذه العملية السياسية البائسة. طيب أستاذ جبار، أين الحكومة التي من المفترض أن تتخذ قرارات قالت إن من شأنها ضبط سعر الصرف وضبط الأسواق ووقف انهيار الدينار؟ ما زال الوضع بيد أناس كما ذكرت في بداية حديثي، بيد أناس ليس لهم خبرة في السياسة والاقتصاد. سوف يبقى الوضع على ما هو عليه، لأنه أغلب إن لم نقل 90% من يتصدرون المشهد الاقتصادي والسياسي في العراق هم ناس أميون مزورون. شهاداتهم أغلب المتصدرين للمشهد أصحاب شهادات مزورة، وأبسط دليل على ذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هو رجل حقيقة دخيل على العلم ودخيل على الدراسة ولا توجد له أي شهادة أصلا. فما بالك بالبنك المركزي العراقي. وهنا أريد أن أضيف نقطة مهمة جدا، أنه حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية تعلم علم اليقين بحجم الأموال المهربة من العراق، ولكنها إثارتها في الفترة الأخيرة وهي المتحكمة. طبعا أقول موضوع يغفله الشعب العراقي أنه البنك الفيدرالي الأمريكي هو من يتحكم بسعر صرف الدولار وليس هؤلاء الرعاة. طيب سؤال سيد أستاذ جبار، يعني الآن عندما ننظر إلى الشارع نرى بأن البنك المركزي قد سعر سعر صرف الدولار بسعر معين، ونرى بأن الصيرفات تتعامل بسعر مختلف، تشتري من الزبون وفق سعر البنك المركزي، لكن إن رغبت ببيع الدولار إن توفر فتبيع له الدولار بمبلغ أكثر من 150 ألف
دينار عراقي مقابل الدولار، هذا التفاوت، هل تعتقد بأن هناك من الممكن أن تحدث سيطرة على هذه التلاعبات من قبل أصحاب مكاتب الصيرفة خارج الحدود الحكومية، أم أن الموضوع هو يعني ترغب السلطة أو الأحزاب أو الميليشيات بسيره كما تريد كما نراه الآن؟ بالضبط، المكاتب الصيرفة هي عبارة عن يعني مكاتب اقتصادية للميليشيات، وأن خلف الميليشيات طبعا أتجار إيران والسياسيين المتحكمين في المشهد السياسي. هذه المكاتب الصيرفية هي عبارة عن مكاتب لغسيل الأموال ولتهريب العملة العراقية وصرف الدولار، يعني البنك المركزي يقول شيء والوضع الاقتصادي على الأرض مختلف تماما، لأنه سعر صرف الدولار يحدده البنك المركزي العراقي، في حين يتم شراءه من قبل هؤلاء المضاربين ويبيعونه بسعر إلى المصارف المكاتب الصيرفة، والمكاتب الصيرفة أيضا بدورها تضيف عليه أرباح وتضيفه إلى المواطن العراقي العادي. طبعا المواطن العراقي يدفع هذه الضريبة لماذا؟ لأنه أغلب المواد المستوردة والمهربة إلى العراق تدفع بالعملة الصعبة بالدولار، وهذا الدولار طبعا تضاف إلى أرباح كثيرة، ولهذا نرى العملة أو المادة التي تدخل للعراق يرتفع سعرها بشكل أوتوماتيكي. طيب أستاذ جبار الياسري الكاتب والباحث السياسي عبر الهاتف من محافظة واسط، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.